بس فاهم هي عباره عن ايه ولا مش فاهم؟
فاهم كل حاجه، فاهم ان ده عالم، ده منخفض وده اعلى منه ومن ابعاده كل حاجه. يبقى ميزه الرسم المدني او فكره الرسم المدني انه يلغي لك نقطه البعد الثالث، يحطهم لك كلها في لوحه واحده. عشان كده بتلاقي المهندس المدني راسم ايه؟ ماسك ايه؟ لوحه واحده للبيت، فاهم الدنيا ماشيه ازاي. كده كويس؟ تمام. وبتوع ميكانيكا بياخدوا الرسم الميكانيكي بالابعاد الثلاثيه، لان في تفاصيل كتير. بتلاقي جوه في ايه؟ فجوه، بتلاقي في ثقب مش عارف فين، في قطر مش عارف ايه، وحاجات متغيره، فغصب عنه لازم الثلاث اشكال. لكن انا بالنسبه لي الشغل بتاعي بيبقى دقيق شويه، ولما بعوز اعمل تفصيله بقى من التفصيله فين؟ احدد الحته اللي انا عايزها. كده كويس؟ خلصنا الحته دي. هاجي ابص على الرسمه اللي في افقي بتاعتي وقلت لك يا باشمهندس انت تقدر تفهم بقى الرسمه دي ماشيه ازاي؟ هقول لك اه، ده اثنين وبعدين طلعت 3.5 وطلعت 4.5 وطلعت 5.5، يبقى الرسمه دي عامله زي السلم بيطلع ايه؟ بالتدريج. هيبقى عامل كده يا باشمهندس 5.5 4.5 3.5 ايه؟ 2. ماشي يا باشمهندس انا كده رسمت الرسمه دي. طيب لو انا غيرت المناسيب ديت الرسمه اللي فوق دي هتتغير صح؟ هتبقى عامله ازاي؟ لو قلت لك ان ديت واحد ودي اربعه ودي ثلاثه ودي اثنين، ايه اللي حصل؟ ده كانت نفس الرسمه اهي اتغيرت بنسبه ايه؟ 100%. اللي هي كان ايه؟ كان واحد بعدين طلع اربعه بعدين نزل ثلاثه بعدين نزل كده. كويس يا باشمهندس؟ طيب يا باشمهندس يبقى نفس الرسمه بتتغير مع ان البلان نفسه ايه؟ ثابت، ما حصلش فيها اي تغيير. يبقى انا كده فهمت اهميه كتابه الايه؟ المناسيب. ما ينفعش تكتب رسم البلاد من غير ما تكتب فيها ايه؟ مناسيب. قلنا رسمه البلاد ليها عدد لا نهائي من الاحتمالات مع تغير المناسيب المختلفه. كده كويس؟ طيب ندخل بعد كده في جزء ثاني. احنا بس هنا بنقول ايه فايده السنتر لاين؟ فايده السنتر لاين ان انا مش عارف كل الرسم، فبعمل لك سنتر لاين سنتر لاين، اقول لك الرسمه دي ممتده وانا واخد جزء ايه؟ حته كده منها. تمام على كده؟ يعني القلم ده انا عايز ابين لك الجزء اللي في النص، رحت جاي واخد سنتر لاين فوق وسنتر لاين تحت وشلت الجزئين دول وبينت الجزء اللي في النص ايه؟ بس. طيب لو جت نفس الرسمه دي بس عامله كده، هاجي استنتجها. تمام؟ هستنتجها ازاي؟ اهي خط اثنين وقلنا هنعمل سنتر لاين وهنعمل سنتر لاين، خط اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وده بيبقى سنتر لاين نازل من كده. لو قلنا إن ده منسوب صفر وده منسوب ثلاثة وده منسوب أربعة وده منسوب ثلاثة. كويس؟ المناسيب سهلة، هكتب على صفر صفر وعلى ثلاثة ثلاثة وعلى أربعة أربعة وده ثلاثة. يبقى جزء الميول بمثله ازاي؟ جزء الميول يا باشمهندس بقول الميل عندي كنا احنا في اعدادي بناخده زاوية، ارسم سيتا 60 سيتا 40 سيتا 45 مش فارقة معاك. لكن هنا بقول لك افقي اثنين ورأسي واحد. تمام؟ أو إيه؟ ثلاثة إلى اثنين. واجي هنا اقول لك ايه؟ 2 الى 1 ودوت 2 الى 1. تمام على كده؟ معناه ايه يا باشمهندس؟ ان انا لو ماشي على مستوى افقي على مستوى مائي كل ما كنت عملت ازاحه افقيه 2 متر هكون طلعت راسي قد ايه؟ متر. تمام كده؟ يعني كل ما امشي 2 متر هكون طلعت راسي ايه؟ متر واحد. تمام؟ طيب باجي في البناء بعمله ازاي؟ بقول 2 بقول 3 الى 2 بقول هنا ايه؟ 2 الى 1 و2 الى 1. بس برضه يا باشمهندس مش كافيه ان هي تفهمني ان ده ميل. فبنعمل حاجه اسمها تقشير ميول. تقشير ميول. تقشير الميول دوت بيبقى عباره عن خط طويل وخطين قصيرين. خط طويل وخطين قصيرين. جاي من المنسوب العالي رايح للمنسوب المنخفض دي اول قاعده. يعني ما ينفعش تقول لي هطلع من الثلاثه للايه؟ للاربعه. الكلام ده غلط. لازم من الاربعه لايه؟ للثلاثة، والناحية الثانية هتبقى من أربعة لإيه؟ للثلاثة. يبقى طول الخطوط. الخط الطويل طول نص المسافة، والقصير ربع المسافة. كده كويس؟ طب الطويل والقصير فين المسافة بقى دي؟ قانون ثابت عندي، قانون ثابت عندي. أي ميل بس فين؟ في البلان. عشان الناس بتتلخبط في المسألة دي. أي ميل بس فين؟ في البلان فقط، بطبق عليه قانون فرق المناسيب
في الميل. فرق المناسيب فين؟ في الميل. ازاي يا باشمهندس؟ هو ده منسوب كام؟ 3 وده منسوب 0، يبقى 3 ناقص 0 في الميل 3 على 2 تكتب 3 على 2 يعني 1.5. تمام؟ يبقى المسافة دي بتساوي كام؟ 3 في 1.5 ب 4. طب المسافة دي 4 ناقص 3 ب 1 في 1 في 2 على 1 بيساوي ايه؟ 2. كده كويس يا باشمهندس؟ كذلك ايه؟ دي هتبقى ايه؟ 2. يبقى القاعدة الأولى فرق المناسيب فين؟ في الميل. تمام؟ القاعدة الثانية اللي احنا بنستخدمها عندنا في الترع كتير، الترع كتير هو ده شغل الترع، تمام؟ اللي هي الجزء ده. الشكل ده بتلاقي انت كتير عندك في الرسم. هو ايه الجزء ده يا باشمهندس؟ احنا لو مثلنا ان دي اسمها ترع، يعني ايه ترع؟ جت منين؟ او ايه اللي حصل؟ كان في عندي قطعه ارض عايز ارويها. الكلام ده بتدرسه في ثانيه، في الترم الثاني. الترم الثاني في ثانيه، في قطعه ارض عايز ارويها. اهي. معروفه. تمام؟ 3 4 5 لازم يديك المنسوب ولازم يديك عرضه. الا منسوب واحد اللي هو الا طول واحد اللي هو طول البيرم. اللي هو مين؟ البيرم. هو مين البيرم؟ قلنا اللي بين البنك وبين الايه؟ البيرم. تمام؟ البيرم ده يا باشمهندس ليه قاعده اسمها فرق المنسوبين في الميل، في فرق الميلين. طب تعالى كده بص يا باشمهندس، هو انا فين البيرم؟ ادي البيرم. بعرفه ازاي؟ بعرفه ازاي؟ منسوب متوسط، منسوب متوسط بين منسوبين، يعني في واحد اعلى منه وواحد ايه؟ اقل منه. يسبقه ميل ويقابله ايه؟ ميل، يعني هيبعده ميل وقابله ايه؟ ميل. ماشي، يعني ميل جاي له وميل خارج منه، ليه الرسمه اهي؟ ميل جاي له وميل خارج منه، تمام؟ دي البيرم، تمام؟ ليه؟ لان اهو البنك اهو بين منسوبين ميلين، بس الميلين الاثنين طالعين ليه؟ ما تنطبقش عليه القاعده. هو الحاجه الوحيده هي البيرم، واحد طالع له وواحد ايه؟ طالع منه. كويس؟ طيب فرق المنسوبين في البين، بنقول فرق المنسوبين اللي هو كام؟ منسوبه ناقص المنسوب اللي اقل منه. تمام على كده؟ يبقى 3 ناقص 0 في ميل اللي فوقيه ناقص اللي تحتيه، 2 على 1 ناقص 3 على 2. يبقى بتساوي 3 في بوينت 5 بتساوي 1.5. فهمت كده بجيبه ازاي يا باشمهندس؟ يبقى البير، فرق المنسوبين في فرق الميلين. خليك واقف عند البيرم، هو ناقص اللي تحته والميلين اللي قبله واللي بعده. كده كويس؟ ماليش دعوه باللي فوق، ماليش دعوه بالبنك في حاجه. كده جميل؟ طيب الحاجه بقى اللخبطه اللي بتحصل معانا لما بيكون في فرق في المناسيب في البيرم او في الايه؟ او في البيت. فرق القاعده دي بتختلف لما يكون في فرق مناسيب في البيرم او فين؟ او في البيت. بعمله ازاي يا باشمهندس؟ بعمله ازاي؟ بقول ان لو عندي منسوبين في البيرم بشتغل كل منسوب لوحده. لو عندي منسوبين في البيرم بشتغل كل منسوب ليه؟ لوحده. يعني لو فرضنا ان ده 3 وده 2.5، جميل؟ يبقى 3 ناقص 2.5 في فرق الميلين، او 3 ناقص 0 في فرق الميلين، و2.5 ناقص 0 في فرق الايه؟ الميلين. كمان كل واحد فيهم ليه عرض، والعرض ده بيعتمد على منسوبه والمنسوب الايه؟ اللي تحت. تمام؟ لكن لو كان الخلاف او هناك فرق في مناسيب البيت ناخذ دائما الاقل. نعرف القاعده دي، لو في البيرم فرق المناسيب بشتغل كل واحد لوحده. يعني ايه؟ يعني البيرم اللي منسوبه 3 احسبه فرق الثلاثة من الصفر والميو، والبيرم اللي منسوبه 2.5 احسبه فرق ال 2.5 من الصفر والايه؟ والميو. يبقى في البيرم لو فرق مناسيب في البيرم نحسب كل واحد على حده. تمام؟ يعني كل واحد لوحده بحسبه منين؟ من المنسوب الايه؟ الصغير اللي تحت. من المنسوب بتاعه هو والمنسوب الصغير اللي تحت. لكن الفرق يبقى في البيت بحسب ايه؟ بشتغل دائما على مين؟ على البيت اللي تحت اللي هو الصغير. تعال نطبقها في الارقام. احنا قلنا ده 3 وده ايه؟
2 ونص، وقلت لك ده صفر ده بوينت 5 وده صفر. هنقول البيرم رقم 1 والبيرم رقم 2. البيرم رقم 1 والبيرم رقم 2. البيرم رقم 1 2 ونص ناقص صفر في 2 على 1 ناقص 3 على 2. ويطلع بكام؟ 1 وربع. البيرم رقم 2 تعال ناقص ها؟ هو المفروض اطرحه بالنص، لا ماليش دعوه بالنص. انا بشتغل على مين؟ على الاصغر دائما في 2 على 1 في 3 على 2. يبقى مفيش خلاف عندي في الميول. كده كده بيرم باخد الميول اللي فوق الميول اللي تحت. تمام؟ ومفيش خلاف ان البيرم اللي بحسبه لازم اخد مين؟ المنسوب بتاعه هو. يعني بحسب البيرم دوت يبقى لازم المنسوب بتاعه هو. لكن الخلاف عندي في مين؟ لو المنسوب بيرم فيه منسوبين. هل باخد المنسوب اللي جنبي؟ لا، باخد الاقل ايا ما يكن. فيها كويس؟ باخد الاقل ايا ما يكن. والكلام ده جه منين يا باشمهندس؟ الكلام ده جه منين؟ انا لو حصل تغيير في البيرم القاعده عندي بتقول، القاعده عندي بتقول ان الخط اللي خارج بمين رايح للبيرم والخط الممتد من عند البند الاثنين يلتقوا فين؟ في نقطه واحده. تمام؟ يبقى معنى كده يا باشمهندس لو عايز تعالي البيت بتعمل ايه؟ بتعمل المنسوب هنا كده. تمام؟ منسوب التراب. ولو عايز تعدي البير بتعمل ايه؟ كده. تمام؟ يبقى مين البير اللي ثابت عندك؟ اللي مش فارقه، يعني شوف كده ده ممكن يعمل ايه؟ ممكن يوصل لحد هنا. وما حصلش اي تغيير فين؟ في الرسم. مين بقى اللي ثابت؟ اللي تحت اللي هو الصغير، اللي هو المنسوب ايه؟ الصغير. لكن هل التغيرات اللي فوق دي بتفرق معايا في حاجه؟ لو عليت البيرم نزلت البيرم تفرق معايا في حاجه؟ كل واحد هيبقى ليه حسبه، ليه؟ لانه ماشي جوه مثلث اهو. بص كده 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 كده، لو فرضت ان ده تغيرات فين؟ في المناسيب، اللي بيحصل ايه؟ ان البعد بتاعه بيتغير على حسب ايه؟ منسوبه، تمام؟ اعتمادا على مين؟ على القليل، مش اعتمادا على اللي جنبه، اعتمادا على مين؟ على القليل، فهمنا كده يا باشمهندسين؟ يبقى خلينا بس نفهمها كده كقاعده. لما يكون في فرق مناسيب في البيت والبير، لما يكون في فرق مناسيب فين؟ في البيت والبير. البير هو كل منسوب بيعتمد عليه هو نفسه في ايه؟ في بعضه. لكن البيت بالنسبه للبيت باخد الاقل دائما في كل البيرمات اللي عندي. لو عندي 3 بير حتى مختلفين باخد دائما البعد الايه؟ الاقل. كده في مشكله لحد دلوقتي؟ طيب نطبق الكلام ده بقى في الرسومات. وبعدين عندي منسوب 9 ونص منسوب 10 وبعدين عندي منسوب 11
مثلا تمام؟ ودوت هيبقى كام؟ 10 من 9 ونص بنص في 20 بكام؟ ب 10 10 على المال ولا على الافق؟ على الافق على المسطره عارف دي بتقيس 10 وتعمل خط الاول و10 تعمل الثاني والباقي زي ما هي. دي الحاجه الاولانيه اللي بتطلبها. الحاجه الثانيه بقى ايه؟ ازاي اجيب الايه؟ الابعاد دي يمين وايه؟ وشمال. ابدا من الناحيه المعلومه لان انا عندي واحد فيهم معلومه واحد مش ايه؟ مش معلومه يبدا من الناحيه الايه؟ المعلومه. هقول هنا فرق المقاسين في الميل 9.5 ناقص 7 في كام؟ في 1.5 يعني 2.5 في 1.5 بكام؟ ب 3.75 كده كويس؟ اجي هنا بقى اهو 9.5 ناقص 7 بكام؟ ب 2.5 في 2 ناقص 1.5 في نص يعني بكام؟ ب 1.5 واحد وايه؟ وربع. ودوت فرق المقاسين في الميل 11 ب 9.5 1.5 في 2 ب 3 وصلت الخط افقي مش ده خط افقي اجيبه وارجع بقى بالعكس وارجع بالايه؟ بالعكس ديت 11 من 10 1 في 2 ب 2 وده 10 من 7.5 صح؟ لا من 7 ده ايه؟ يبقى من ايه؟ من 7 ماليش دعوه بالايه؟ باللي جنبه انا ليا بالاقل فين؟ في المنسوبين بتوع القاع. طب لو القاع منسوب واحد خلاص يبقى مش هتفرق معايا حاجه وهيطلع قانون صح تمام؟ يبقى ايه؟ يبقى 10 من 7 3 في نص بكام؟ بواحد ونص كده كويس؟ و10 من 7.5 2.5 في 1.5 في 3 علامه كام؟ 7 5 ودوت هيبقى الباقي وده هيبقى الباقي نيجي نحسبه عايز اعرفه طول اعرفه ازاي؟ اجمع 2 ودول كام مع بعض 5 بكام؟ 7 و3 10 يبقى الطول ده كله كام؟ 10 اجي اجيب 2 1.5 3.5 و3.5 تقريبا يعني 7 وربع 7 وربع من 10 يبقى 2 على 7 نعم؟ اه 4.5 10 من 7.5 2.5 في 1.5 3.75 لا لا الاقل في المسافه اللي هي ايه؟ عرض البير لكن فرق المقاسين في الميل ضغط اللي جنبي على طول يبقى الفرق المقاسين في الميل في الميول لكن عرض البير بس باخد الايه؟ الاقل تمام؟ خلاص كده؟ فرق المقاسين في الميل فرق المقاسين في الميل باخد اللي جنبي دايما يعني مسافه الميل دي ما فيهاش قوانين هو قانون واحد اي ميل بتاخد الميل اللي تحت واللي فوقيه منسوب اللي تحت واللي فوقيه وتضربهم فيه وخلاص القاعده الوحيده المختلفه قاعده البير فرق المنسوبين في فرق الميلين انا عندي هنا منسوبين وهنا منسوبين بشتغل على مين اللي فوق باخد البتاع اللي هو 9.5 واخد السبعه لان هي هنا الاقل لكن الناحيه الثانيه اخد ال10 وبرضه اخد مين السبعه يبقى دائما البيت باخد الاقل فيه ماليش دعوه بقى البيرن جنبه عالي ولا واقف تمام؟ بمعنى ان ممكن نفس الرسمه دي يبقى بدل 10 8.5 بدل 10 كام؟ 8 عادي مش فارق ماليش دعوه بمين؟ باللي جنبي انا ليا بالاقل في البيرن خلاص كده؟ طيب وبعد كده خلاص هكمل 11 فرق 30% الاليفيشن رسمه سهله جدا رسمه سهله جدا اللي هو الايه؟ الاليفيشن الاليفيشن يا باشمهندس بص كده انا قاطع منين؟ من تحت تمام؟ 7 وكام؟ 7.5 ادي 7 وادي ايه؟ 7.5 وادي التوصيل اللي بينهم كنت هشيل تراب لانني ايه؟ اه هو يا باشمهندس 7 و7.5 هو الفرق الرأسي بينهم قد ايه؟ بص يعني مش فرق المقاسين في الميل؟ لا فرق المقاسين في الميل فين؟ في البلاد بس فوق فرق مناسيب صيد فرق مناسيب كده كويس؟ طيب بعد كده 9.5 وايه؟ و10 ادي 9.5 وادي الايه؟ ال10 تمام؟ وبعد كده اخر حاجه كام؟ 11 ادي ال 11 وطبعا ده تهشيل ايه؟ ميول وده تهشيل ميول باشمهندس بعد ال 11 في 10 ما بيخصمهاش طالما اعلى حاجه شفتها 11 اللي وراها ايه؟ 10 مش هشوفها خلاص سيبك منها. يبقى ببدا من تحت وانا في الليفيشن، ابدا من تحت ليه؟ لفوق، كل منسوب ارسمه،
وخدت بالك ان انا ده انا واقع فين؟ بدات اشرب تشيل ايه؟ تراب. فاول ما رسمته قشرته عشان ما انساش. عملت علامات عليه كده عشان افهم ان ده تشيل تراب عشان ما انساش فين؟ ما الرسمه تكبر افهم انا واقع فين. كده كويس؟ طيب هاجي بقى في السايد بسرعه. هبدا لك من سايد من الناحيات بسرعه كده. بنزل السنتر لاين. احفظ القواعد دي كده يا باشمهندس هتسهل عليك ان شاء الله. انا باصص منين؟ باصص من الناحيات. اقل منسوب عن ماليش دعوه بالناحيه الثانيه خالص. انا باصص من ناحيه ماليش دعوه بالناحيه الثانيه ام فين. تمام؟ هل هي مين؟ النقط اللي متقاطعه معايا دي. 7 9 ونص و13 و10. اقل منسوب فيهم مين؟ السبعه. الرابعه عامل خط خفيف واقول ان ده السبعه. كده كويس؟ ده الايه؟ السبعه. وبعدين نربط النقط دي تنقلني يعني. واحد ليه اول خط، اثنين، ثلاثة ليه تقاطعات، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. كويس؟ نقطة واحد واثنين منسوب كام؟ سبعة. يبقى يقعوا على مين؟ على السبعة. واحد وايه؟ واثنين، تمام؟ نقطة ثلاثة وأربعة منسوب كام؟ يبقى يقعوا فين؟ على 9 ونص يا باشمهندس. ده هم هنا ده المكان بتاعهم، بس هم مش على السبعة، هم على مين؟ على 9 ونص. يبقى اطلع بيهم قد ايه؟ وقلت نقطة كام؟ 3 و4. نقطة 5 و6 منسوب كام؟ 11. اهو احكم على السبعة واطلع لحد كام؟ اللي هو كام؟ 4. واخر حاجة 10 منسوب كام؟ النقطتين الأخيرين منسوب 10. ادي منسوب 10 وادي منسوب ايه؟ 10. من الاول عشان ما اتلخبطش اوصل بينهم وايه؟ وهشر. ليه بتهشر؟ اصل انا غلط. كده كويس؟ وبعد كده كل الخطوط المساعده دي انا مش ايه؟ محتاج. مش هو ده؟ هو الشكل اللي انا كنت راسمه هنا بس مقلوب؟ واحتاج مني تخيل ولا احتاج حاجه؟ ده انا بوقع مناسيبه ايه؟ وارفعها واطلع معايا رسمه مظبوطه. تمام؟ بس امشي بس بالترتيب والدنيا هتمشي مظبوط. يبقى ان انا اجي ابص الناحيه الثانيه الاقي المناسيب. هل المناسيب دي ظاهره ولا مختفيه؟ ظاهره، تمام؟ ليه؟ لان السبعه بقى 7 ونص، فانا شايف الايه؟ السبعه ونص. اروح جاي طالع نص متر واعمل ايه؟ السبعه ونص، معلش. دي كام؟ بوينت 5، صح؟ طيب، هاجي الاقي 9 ونص و10، 10 ظاهره ولا مش ظاهره؟ ظهر. انا شايف 9 ونص وبعدها كام؟ وبعدها 10. يبقى ال 10 ظهر. طب تيجي كده تطلع 10، ادي ال 10. ال 10 ناحيه اليمين هتقفل على الايه؟ الخط اللي فوق. طب والناحيه الثانيه فاضيه اعمل فيها ايه؟ امد الخط المايل لحد ما يوصل لمين؟ لمنسوب الايه؟ لمنسوب ال 10. يبقى ده منسوب ايه؟ ال 10 ميل ومنسوب كام؟ 10. وده ميل منسوب السبعة. كده كويس يا باشمهندس؟ يبقى ديت الفكره فين؟ في مسؤول. نعم. ها؟ طب انا لو جيت عملت الكلام ده الناحيه الثانيه بسرعه انا مش هعمل حاجه، انا همشي اقول لك 7 ونص وبعدين 10 وبعدين 11 و10، صح كده يا باشمهندس؟ الكلام اللي انا جايبه منين؟ 7 ونص 10 11 ايه؟ 10. لقيت منسوب السبعه. هو السبعه انا مش هشوفه، طب لو حبيت اشوفه، لو حبيت ارسمه ده لو قال لي شغل هيد اللاين اعمل ايه؟ همد المايل واعمل ايه؟ سبعه. كده كويس؟ عشان اجيب الايه؟ السبعه اللي تحت واجي فوق هنا ده 10. امد اللي فوق اجيبه ايه؟ مع ده ايه؟ اللي هي منسوب الايه؟ التسعه. كده كويس يا باشمهندس؟ يبقى الميول اللي مش ظاهره بمد لها خطوط عشان اقدر ايه؟ اجيبها عليها. الفكره العامه عندي ان الخط ده اصلا يا باشمهندس انت لو مديته كده اهو هيجي معاك عند مين؟ عند الاقل مش عند الكبير، ونفس الكلام من الناحيه دي لو مديته هنا هيبقى ده كله خط ايه؟ خط واحد، تمام كده؟ في مشكله يا باشمهندسين؟ وطبعا في ميعاد السكشن النهارده لان الناس جت متاخره الدنيا قليله.